وسهلا فيكم مشاهدينا، صباح حلو مثل قلوبكم الحلوة. برنامجنا الصباحي لا يخلو من وقفات وفقرات الطبخ اللي بتهم ستات البيوت، اللي بيسعدنا انه يكونوا عم بتابعونا حاليا. وهلا رح نروح نحن وياكم لفقرة مسجلة نتعرف من خلالها على كيفية تحضير الأكلات الشعبية بالمنزل. خلينا نشوفها سوا. صباح الخير، معكم علا غلدان. اليوم انا تابعه لجمعيه ايام زمان وعندي مطبخي، المطبخ الملكي. طبعا مع اقتراب فصل الزيتون راح اقدم لكم اليوم اكله مطابق البصل، وهي غنيه بزيت الزيتون. طبعا هي مكوناتها الطحين الابيض، طحين القمح مخلوط لازم، والسماق وحبه البركه والسمسم، وطبعا اكيد البصل المطبوخ بزيت الزيتون. طبعا العجينه لازم تفتح لانها مش مخمره، عويسه نحكيها، فلازم اعجنها قبل بوقت عشان تفتح بحدود 45 دقيقه عشان تفرد معي وتاخذ وضعها واقدر اتحكم بشغلها. انا هون عجن العجينه وجهزتها عشان ترتاح. طبعا الشغل على الطاوله اسهل عشان اقدر افردها واخذ راحتي بالشغل فيها. لازم تاخذ وقتها لانها عويس، مش زي العجينه العاديه، لانه العجينه بنفردها على مرحلتين عشان تاخذ وضعها. طبعا الزيت عشان تضل العجينه لازم زيت الزيتون. هاي الاكله اصلا بدون زيت زيتون ما بتعتبر اكله صح. نريد نفردها مره ثانيه. نفردها مضبوط عشان تطلع رقيقه، لانه لازم تكون مش خميره او سميكه. هلا نجيب البصل، طبعا هذا البصل انا طبخته لانه اصلا لازم يكون بارد، ما بيصير ينحط بالعجين وهو سخن. لازم تعبي العجينه بالبصل لانه اصلا هي نكهتها بالبصل والزيت. بعدين بنرددها هيك، بنحطها على جنب، بناخذ الثانية نرد نفردها. هيك فردنا الرغيف الثاني، بنحط فيه البصل كمان. بنجيب الرغيف الاولاني بنحطه بقلب الثاني، بنردهم على بعض. هيك بنكون اول رغيف خلص، يعني الرغيف على جزئين بنشتغله، لازم كل اثنين بقلب بعض. هاي اول جزء خلص. نجيب الصدر، نحط فيه الزيت، نحط فيه الرغيف، نفرده على قد الصدر بالضبط. لازم نفرده عشان يطلع رقيقة ومنيحة. صارت جاهزة،
بس ندخلها للفرن. بدها تقريبا 10 دقائق بتكون صارت جاهزة. هلا أول شيء نشويها من تحت وبعدين نشويها من فوق. هلا هيك صارت جاهزة وطلعت بعد 10 دقائق محمرة. هلا بدنا نقطعها عشان نقدمها بالبلجر. هيك صارت جاهزة للتقديم. صحة وعافية.